مرحبا، اليوم بدنا نبدأ بالموديول نمبر 2 بسمستر 3. موديول نمبر 2 فعليا هو تتابع او تكملة للموديول نمبر. نحن حكينا بالمن عن الديستنس فيكتور راوتينج. موديول نمبر 2 رح نحكي عن اللينك ستيت راوتينج بروتوكولز. وفعليا اتفقنا انه انواع الراوتينج بروتوكولز هن عبارة عن ثلاث انواع: الديستنس فيكتور اللي حكينا عليها بالموديل نمبر 1، اللينك ستيت اللي حنحكي عليها بالموديل نمبر 2، وفي عنا بالموديل نمبر 3 حنحكي عن الاي اي جي ار بي واللي هي اكيد هايبريد راوتينج بروتوكول. خلينا هلا باللينك ستيت. فعليا اللينك ستيت راوتينج بروتوكول اتفقنا اهم راوتينج بروتوكول فيه اللي هو الاو اس بي اف. خلونا نبدأ بالحكي عن الـ OSPF، نعرف شو ميزاته شو سيئاته وشو هو بالضبط. فعليا كبداية الـ OSPF لازم نعرف اختصاره. الـ OSPF هو Open Shortest Path First. والـ OSPF حكينا أول ميزة لإله إنه Link State، يعني ضمن Link State Routing Protocols. خلينا هلا نحكي عن الـ OSPF واللي هو Link State Routing Protocol ميزاته. طبعا ميزات الـ OSPF أكيد هي نفسها ميزات الـ Link State، وأكيد في عنا Routing Protocols غير الـ OSPF من ضمن الـ Link State وهو الـ ISIS. يعني الـ Link State Routing Protocols بيتقسموا لـ ISIS، وحناخد الـ ISIS إن شاء الله بالـ CCNP، وحنحكي هلا عن الـ OSPF بشكل مبسط، وأكيد رح تاخدوا الـ OSPF بشكل كامل بشهادة الـ CCNP. أول ميزة عنا للـ Link State Routing Protocols إنه بيعمل Building عنا لـ 3 Tables. اتفقنا نحن الديستنس فيكتور راوتينج بروتوكولز بيبنون لنا 1 تيبل، عنا اللينك ستيت بيبني لنا 3 تيبلز واللي هنن اكيد اول شيء الراوتينج تيبل، وثاني شيء اسمه التوبولوجي تيبل، واخيرا عنا النيبر تيبل. طبعا هدول التيبلز رح نحكي عنهم كمان شوي بالتفصيل كل واحد شو هو وشو بيحتوي. تاني ميزة عنا للـ OSPF انه ما بيبعت الراوتينج تيبل كامل على الخط. فعليا هو sends periodic او periodical routing updates. متذكرين بال distance vector routing protocols حكينا بيبعتوا الhole routing table او كل الراوتينج تيبل على النتورك. عن اللينك ستيت راوتينج بروتوكولز بيبعتوا لنا الابديتس اللي بتصير بس، يعني بيبعتوا لنا الانتري المتغير، ما بيروحوا بيبعتوا الراوتينج تيبل كله. طبعا هي اكيد في لها ميزات انه ما عم نستهلك سرعه الخط، وبنفس الوقت ما عم نستهلك الخط كل 30 او 90 ثانيه مثل ما شفنا بالريب او بالاي جي ار بي. خلونا نشوف هلا الـ OSPF شو المشاكل اللي حللنا اياها او شو الميزات الاساسيه اللي موجوده فيه. اول شيء عنا خلينا نحكي عن البنفيتس هون. اول بنفيت او اول ميزة اللي هي speed of convergence. اكيد مصطلح الconverge مو غريب عليكم، والconvergence هو الفعل عنه. convergence معناته عملية انه الراوترز كلها يصير عندها نفس الراوتينج تيبل. بالـ OSPF صار في عندنا سرعة عالية جدا بنقل الراوتينج ابديتس بين الراوترز بين بعض، وبتصير النتورك عنا converged بشكل سريع. يعني لو فرضنا في عنا مجموعة من الراوترز شابكين بينه وبين بعض بهذا الشكل، وكل راوتر شابك على نتورك، في حال نزل عندي اي نتورك داون، الراوتر بيحكي بشكل سريع لكل الراوترز الموجودة عنا بالنتورك انه هاي النتورك نزلت داون. طبعا هذا بيفيدنا انه النتورك كلها بتصير عنا converged بشكل سريع. تاني ميزة عنا واللي هي supports for VLSM. طبعا
طبعا حكينا شو الفي ال اس ام، واكيد عرفنا انه اختصار يو فاريبل لينث سبنت ماسك، وحكينا شو هو، حكينا انه في السبنت ماسك بصير شكله غير طبيعي، يعني ممكن يصير عنا 255 255 240 0، يعني صار عنا قسم النتورك والهوست بيفصل عنا بنص اوكتت. لو فرضنا هذا هو الاي بي ادرس، حكينا في الفي ال اس ام بيتقسم الاي بي ادرس لقسمين، او بتقسم الاوكتت لقسمين، قسم اكيد للنتورك وقسم للهوست. طبعا اتفقنا انه الريب والاي جي ار بي ما بيحلوا لنا هاي المشاكل، وبس عرفنا انه الريب فيرجن 2 صار يحل لنا هاي المشاكل. باي ديفولت ان الاو اس بي اف بيعمل لنا سبورت للفي ال اس ام، او فينا نحكي الكلاسلس راوتينج. ثالث ميزه موجوده عندنا بالاو اس بي اف واللي هي النتورك سايز، مثل ما حنشوف كمان شوي ال OSPF بيعملنا سبورت لعدد كتير كبير من الراوترز بدون اي مشاكل، يعني صار فينا نحط عدد هائل من الراوترز ونشغلهم مع بعض عن طريق OSPF بدون مشاكل. رابع ميزة موجودة عنا واللي هي Path Selection. فعليا OSPF صار عنده قدرة عالية جدا انه يختار الطريق الاحسن لتمشي فيه الباكت. طبعا الـ OSPF مثل ما هنشوف كمان شوي رح يعطي شيء اسمه الكوست لكل باث. عن طريق الكوست بيقدر يعرف انه اسرع خط ممكن الباكت توصل عن طريقه للديستنيشن. طبعا اللي بهمنا نعرفه هلا انه الباث سيلكشن بالـ OSPF صار عنا احسن بكتير من الـ IGRP والRIP او من الـ Distance Vector Routing Protocol بشكل عام. تالي او خامس ميزة موجودة عنا بالـ OSPF واللي هي الـ Grouping. فعليا الجروبينج هي فعل الجروبس، الجروبس هي عبارة عن مجموعات، صار فينا نقسم النتورك عنا لمجموعات. يعني لو فرضنا هدول راوترز بالشكل التالي وموصولين مع بعض، صار فينا نقسم باستخدام الـ OSPF كل مجموعة راوترز مجموعات، او كل مجموعة راوترز نقسمها مجموعة مختلفة عن التانية، وحنشوف كمان شوي شو اسامي هاي المجموعات او شو بتفيدنا هاي المجموعات. طيب خلونا هلا نحكي عن الـ OSPF Terminology. اكيد كلمة Terminology جديدة عليكم، وهي فعليا رح ناخد فيها كل المصطلحات اللي ممكن نذكرها بالـ OSPF نحن عم نتعامل معها، لازم نعرف كل مصطلح. انا خلينا نبدأ بأول مصطلح واللي هو اللينك. فعليا كلمة لينك معناتها a physical or أو and electrical connection between two network devices. خلينا نشوف شو قصدنا بهي الجملة. لو فرضنا في عنا تو راوترز موجودين هون، وهدول الراوترز مشبوكين مع بعض. طبعا اللي شايفينه هون انتو بداية من هذا القسم ونهاية هون هي عبارة عن connection between the two routers. هذا الconnection بنسميه link. خلونا نجي هلا للمصطلح الثاني واللي هو link state. اللينك ستيت معناتها the status of the link between two routers. نحن اتفقنا الـ OSPF لما يختار الطريق بيطلع انه الطريق احسن او انه الطريق اسرع عنا لتمشي الباكيت ضمنه. فعليا كلمة لينك ستيت معناتها هي حالة الخط. لو فرضنا في عنا 3 راوترز هون مشبوكين مع بعض بالشكل التالي، حالة الخط اللي موجودة عنا هون اذا كان في داتا ماشية او ما في داتا ماشية، لو كان الخط فاضي او مضغوط، او لو في عليه مجال مغناطيسي مؤثر من الخارج، هاي بسموها كلمة اللينك ستيت. واكيد كل اللينك ستيت راوتينج بروتوكولز رح نستخدم فيهم كلمة اللينك ستيت. نجي بعدين للمصطلح الثالث واللي هو الكوست. وكلمة cost معناتها value assigned based on the
speed of the connection. نحن اتفقنا ال OSPF بيستخدم مترك واللي هو معتمد على الباندوث، صحيح؟ طيب، وحكينا ال OSPF بيطلع انه خط اسرع ممكن توصل منه الباكت. لو فرضنا عنا هذا اللينك سرعته 10 ميجا بت سكند، وعنا هذا اللينك سرعته 100 ميجا بت بير سكند، باي ديفولت ال OSPF رح يختار هذا الطريق. باستخدام شو استخدم المترك؟ المترك اللي هنستخدمه عنا اللي هو الكوست. الكوست هو عبارة عن رقم بدلنا على سرعة الخط اللي موجود عنا. بس بدكم تعرفوا انه الكوست هو عبارة عن رقم بيحطه الـ OSPF لللينك. يعني هذا الراوتر لو فرضنا انه مشغل الـ OSPF عليه، فعليا الكوست ما حتكون عنا 100 ميجا بيتس بير سكند. الراوتر بيروح بيحط رقم لللينك، لو فرضنا مثلا 10، طبعا هي ما بترمز لسرعة الخط لإلنا نحن كبشر، هي بترمز للراوتر انه انو خط احسن او كان انو لينك احسن. بابي هنا نعرف انه الكوست هو عبارة عن رقم ما بنقدر نعرف منه انو خط احسن. مثل ما لكم شايفين هون الكوست كامثلة، ممكن يكون في عنا نتورك بالشكل هذا، كل راوتر حاسب الكوست لكل لينك. لو فرضنا الكوست تبع هذا اللينك 6، الكوست تبع هذا 10، و10 هون، في عنا 11 هون، في عنا 4، وفي عنا 5. طبعا نحن ما بنعرف انه احسن كوست، بس الراوتر بيفهم شو معنى كل كوست. اكيد بالسي سي ان بي حتصيروا تفهموا عن الكوست اكثر، بس مبدئيا بهمنا نعرف انه المترك عنا بالاو اس بي اف اللي هو الكوست. نجي هلا لمصطلح جديد واللي هو الاريا. كلمة اريا معناتها a collection of networks or routers that have the same area identification او area ID. خلينا نشوف شو معنى مصطلح الاريا. الاريا فعليا مثل ما حكيت لكم بالاي جي ار بي بيشبه الاتونوموس سيستم. مثل ما لكم شايفين هون، لو فرضنا فينا نحط هدول التو راوترز ضمن اريا واحدة ونسميها مثلا اريا 1، ونحط هدول الراوترز ضمن اريا تانية لو فرضنا نسميها اريا 2. اللي بهمنا نعرفه انه كل مجموعة راوترز موجودة عندنا بنفس الاريا بيكون عندها نفس اللينك ستيت انفورميشن. طبعا شو معنى لينك ستيت انفورميشن رح ناخذها كمان شوي. وكمان في عندنا شغلة تانية بتهمنا، انه ارقام الارياز مثل ما لكم شايفين 1 و2، لازم يكون عندنا كل الارياز اللي بالنتورك بيشبكوا بالنهاية عندنا على شيء اسمه الاريا 0. يعني في عنا الاريا زيرو بسموها الباك بون او الاساس تبع النتورك، بتكون هي شابكة الارياز الباقيين مع بعض مثل ما لكم شايفين بهي الرسمة. طبعا هاي معلومة الاريا زيرو هي بتاخدوها بالسي سي ان بي، بس انا حبيت اعطيكم اياها هلا بس لتكونوا بالصورة، انه الديفولت اريا اللي حنستخدمه نحن باللاب اليوم اللي هو اريا زيرو. طيب بدنا نجي هلا لمصطلح جديد واللي هو الراوتر اي دي. فعليا الراوتر اي دي هو عبارة عن ايدنتيفيكيشن او رقم لكل راوتر موجود عندنا بالنتورك. طبعا هذا الرقم بهمنا نعرف انه هو عبارة عن 32 بت، يعني شكله بيجي تقريبا مثل الاي بي ادرس، بس ما له علاقة بالاي بي ادرس. الرقم بيتم اختياره بشكل عشوائي مثل ما حتشوفوا كمان شوي، بس بنفس الوقت في عملية بتتم لاختيار الراوتر اي دي. لو فرضنا في عنا راوتر بالشكل التالي، وفي عنا مجموعة من الانترفيسز عليه، وكل انترفيس في عليه IP address مختلف. يعني لو فرضنا هون في عنا 168.0.1، وهون في عنا 192.168.0.2، وهون محطوط 220.0.0.3. فعليا عملية اختيار الراوتر ID للراوتر اللي موجود عنا بالـ OSPF network بتتم باختيار اعلى اي بي ادرس عنا بالفيزيكال انترفيسز. يعني الراوتر اي دي هو
the highest أعلى IP address on a physical interface. يعني لو فرضنا بمثل هذا المثال الراوتر اي دي عنا راح يكون هذا مثل ما لكم شايفين هون. لو فرضنا هذا الاي بي ادرس غير موجود ابدا وعنا ال 192.168.0.1 192.168.0.2 حيختار عنا اكيد اللي فيه 2 لان 2 اكبر من 1. طب ليش اختار لنا اللي كان فيه 220 لما كان موجود؟ فعليا مثل ما لكم شايفين 220 ببلش هو من الشمال لليمين، 220 اكبر من 192 بروح بياخذ 220.0.0.3. لما ما كانت موجوده راح قارن اول اوكتت لقاها متشابهه، الثانيه متشابهه، الثالثه متشابهه، الرابعه لقى فيها اختلاف اختار الاعلى. يعني مثل هذا المثال الراوتر اي دي عندنا راح يكون 192.168.0.2. طيب مبدئيا انتم ما بتعرفوا شو استخدام الراوتر اي دي، هلا راح اقول لكم كيف بيتم استخدامه. بس قبل ما نعرف كيف بنستخدمه بدنا نعرف مصطلح اسمه ال designated router وبنختصره DR، وفي عنا ال backup designated router واللي هي ال BDR. اتفقنا اذا designated router و backup designated router. خلينا نشوف وظيفة كل واحد من هدول. اكيد هدول هن عبارة عن routers ال designated وال backup designated، واللي بقرر مين هو ال backup designated وال designated router اللي بقررن هو ال OSPF. لو فرضنا في عنا هاي network هون بالشكل التالي ومشغلين عليها ال OSPF اكيد، وال OSPF بس يتشغل على هالراوترز بيعمل شيء اسمه election. election معناتها انتخابات او اختيارات، انه بيختاروا من اكثر من واحد ليطلع معهم واحد. فعليا هاي الراوترز اول شيء بتحسب كل واحد منا بيحسب الراوتر اي دي تبعه. يعني لو فرضنا هذا الراوتر طلع عندنا 220.0.0.3 وهذا طلع عنده ال راوتر اي دي 192.168.0.4 وكل واحد طلع معه. وخلينا نشوف هذا مثلا ال 192.168.0.5 حيصير في عنا election. هاي election هي عملية انتخابات لنطلع من بين هالراوترز designated router و backup designated router. طيب نشوف الراوتر IDs اللي موجودة عنا هون، بنرتبهم من الأعلى للأصغر. أعلى واحد تفانى اللي هو 220.0.0.3 كونه أكبر رقم عنا 220. طيب مين اللي أقل منه؟ اللي أقل منه ال 192.168.0.5 كونه هو كمان أكبر من الموجود هون. يعني اللي تاني ترتيبه هو ال 192.168.0.5. ببساطة خدوه إنه الأول بتحدد ك designated router والتاني بتحدد ك backup designated router. طب خلينا نعرف شو وظائف هالديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر. فعليا الديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر وظيفتهم كالتالي. لو فرضنا هذا الراوتر نزل عنا داون او صار في اي مشاكل، اكيد هذا الراوتر مسؤول انه يبعت ابديتس للكل، صحيح؟ مشان يحكي لهم انه في راوتر نزل داون. بهالحاله بس الراوتر بيبعت للديزيجنيتد راوتر بيقول له في راوتر عندي نزل داون، والديزيجنيتد راوتر بيروح بيبعت للكل بيقول لهم انه في راوتر نزل داون وبيعطيهم الاي بي ادرس اكيد. طيب خلونا نفرض في حال ضرب الديزيجنيتد راوتر، مين اللي بده يشتغل عمليه الديزيجنيتد راوتر؟ فعليا هو الباك اب ديزيجنيتد راوتر. وظيفته حتكون بس بيشتغل لما الديزيجنيتد راوتر عنا بيصير فيه مشاكل او بيضرب. اذا عملية الـ designated router والـ backup designated router انهم يبعتوا updates على النتورك كلها اللي مشغلة الـ OSPF
ليحكوا لهم في حال صار اي شيء، في حال انضافت نتورك او نزلت نتورك داون. طيب خلونا هلا نشوف انواع التيبلز اللي حكيت لكم موجودين بالاو اس بي اف. تيبلز فعليا قلت لكم في عنا ثلاث انواع من التيبلز، وحكينا اول واحد اللي هو النيبر تيبل، الثاني سميناه تيبولوجي تيبل، والثالث حكينا اللي هو الراوتينج تيبل. واكيد الراوتينج تيبل مو غريب عليكم ابدا. خلونا نعرف وظيفة كل واحد من هدول شو بيعمل. اول شيء نيبر تيبل، فعليا كلمة نيبر معناتها جار. لو فرضنا في عنا نتورك الموجودة عنا هون، وهيك مثل ما لكم شايفين هون بيهمنا نعرف لو سمينا الراوترز A B C D E، كل راوتر عنا بيبني عنا نيبر تيبل، وهذا نيبر تيبل بس بيكتب فيه مين جيرانه. يعني لو فرضنا راوتر A بيروح بيعمل تيبل، وبهذا التيبل بيحكي فيه الجار مثلا D، وبأنو انترفيس بوصل له منه. لو فرضنا S0 بيحكي الجار C، وكمان أنو انترفيس بيحكي الجار B. طبعا فكرة النيبر تيبل بتتم بس بالدايركتلي كونكتد راوترز، يعني الراوتر اللي دايركت موصل عليك. مثل ما لكم شايفين هون على الراوتر A ما عبر راوتر E بالنيبر تيبل. لو بنجي للراوتر D ونشوف النيبر تيبل تبعه راح يكون بالشكل التالي. حننسى هلا الانترفيسز، بيكون نيبر تيبل بتكون من A ومن E. لو اجينا لعند B النيبر تيبل تبعه بيكون بيتكون بس من A، وC اكيد بس راح يكون بيتكون من A. اذا عرفنا انه وظيفة النيبر تيبل بس يحط على هالتيبل مين جيرانه بالنتورك. الراوتر بيعبي مين جيران اللي عنده بهالنتورك. في عنا التيبولوجي تيبل، وفي له اسامي تانية ممكن يتسمى لينك state database، او في عنا topological database. طبعا هدول كلهم بيرمزوا عنا للtopology table. فعليا هي topology table هو عبارة عن table كل راوتر بيبني بقدرته، يعني كل راوتر بيبني لحاله topology table الخاص فيه، مثل neighbor table مثل ما شفنا قبل شوي. topology table كل راوتر بيبني table بيرسم فيه شكل النتورك اللي هو عرفانه. يعني كل راوتر عنا راح يكون في عنده topology table بتخيل فيه شو وضعه بالنتورك. يعني A راح يفرض انه هو موجود وهو واصل بالشكل هذا. لو اجينا نرسم لدي، دي بيرسم بالشكل التالي، دي هون وبيفرض انه في جنبه E هون، وبيفرض من الجهة التانية في عنده A وفي عنده C وفي عنده البي. وبنفس الوقت بيقدر عن طريق topology table يعرف مين designated router والباكاب designated router. يعني فعليا topology table نحن ما حنحكي عنه كتير، بس بيهمنا نعرف انه له علاقة بالdesignated router والباكاب designated router. كل router بيبني بحد ذاته وبيحدد عن طريقه شو نظرته للنتورك اللي موجودة عنده، وبنفس الوقت مين الdesignated router والباكاب designated router اللي موجودين على النتورك. اللي بيهمنا كمان انه نعرف انه topology table بيجي متشابه على كل الراوترز اللي موجودين بنفس الاريا، يعني same topology table اكيد in the same area. بضل عنا نهاية في عنا routing table، واكيد routing table بنعرف كيف شكله بيجي وظيفة. طيب خلونا نشوف هلا الـ OSPF كيف بيشتغل بشكل مفصل. يعني هنحكي عن the steps of OSPF operation. لو فرضنا نحن جبنا اربع راوترز وشبكناهم مع بعض وشغلنا عليهم الـ OSPF، بيهمنا نعرف اول ما نشغل الـ OSPF شو حيصير عنا. فعليا اول خطوة اللي هي establish router
adjacencies. فعليا الadjacencies هن نفسهم النيبرز يعني الجيران. كل ما اول ما شغل الـ OSPF كل راوتر بيكتشف مين الجيران اللي موجودين عنده مثل ما لكم شايفين هون. هاي اول خطوة بتم عنا بس نشغل الـ OSPF. طيب بعد ما يكتشف كل راوتر مين الجيران اللي موجودين عنده، واكيد بس يبني، بس يكتشف الجيران اللي موجودين عنده بيروح بيبني الراوتينج تيبل. الخطوة الثانية اللي بتصير عنا بيعملوا election، elect the DR اللي هو designated router والباكاب designated router. بعد ما حددوا الجيران بيروحوا بيعملوا election، بيعملوا انتخابات وبيشوفوا مين اللي حيكون عنا designated router والباكاب designated router. وحكينا كيف بتتم عملية اختيار designated router والباكاب designated router. ثالث خطوة عنا بيعملوا discover للراوتس، يعني هون للراوتينج او للراوتس، يعني هون لو فرضنا كل راوتر موصول عنا على سويتش وعلى نتورك معينة، ببلشوا الراوترز يعرفوا مين النتوركس اللي موجودين على النتورك عنا. فعليا هاي الخطوة بتتم لتقدر تساوي الراوترز الخطوة الرابعة واللي هي select the best routes. كل راوتر عنا رح يشوف سرعات الخطوط اللي موجودين ليوصل للنتورك وشو الاختيارات اللي موجودة، بعدين رح يحدد انو احسن اختيار، طبعا رح يحدد انو احسن اختيار ليوصل لأي نتورك موجودة عنا بالنتورك. واخر خطوة واللي هي المينتين للراوتينج تيبل. واخر خطوة رح تكون عنا انه بيبنوا الراوتينج تيبل. طيب خلونا هلا نشوف عملية تشغيل الـ OSPF او شو الـ configuration اللي بنعمله لنشغل الـ OSPF. يعني حنحكي عن الـ OSPF configuration commands. فعليا الـ OSPF مثل اي routing protocol موجود عنا، واكيد الـ OSPF اول شيء بدنا نشغله. بنروح على config t يعني على global configuration mode، بنعطيه الكوماند router OSPF، وبعدين بنعطيه شيء اسمه الـ process id. فعليا الـ process id نحن هون بالـ CCNA بهمنا نحطه رقم متشابه على كل الراوترز، وبالـ CCNP رح نحكي عن الـ process id بشكل اكبر. بهمنا نعرفه ان الـ process id هو عبارة عن رقم، بالامثله ممكن نحطه 10 ممكن نحطه غير 10، ما في اي مشاكل. تاني كوماند رح نعطيها اكيد رح يفوتنا على الراوتينج بروتوكول كونفيجريشن مود واللي هي الكونفيج راوتر، وبالداخل رح نكتبه النتورك كوماند، وبعدين رح نعطيه الاي بي ادرس واللي هو لو فرضنا a.b.c.d، وبعدين رح نعطيه شيء اسمه الوايلد كارد. وفعليا الوايلد كارد لحد هلا بهمنا نعرف انه حنحطها عكس السبنت ماسك. يعني لو فرضنا السبنت ماسك تبع النتورك اللي حطيناها هون 255.255.255.0، رح نحط الوايلد كارد حنحطها 0.0.0.255. يعني فعليا احنا قلبنا كل قسم النتورك قلبناه من وحدات لصفار، وكل قسم الهوست قلبناه من صفار لوحدات. واخر شيء رح نحط له شيء هو الاسمه الاريا اي دي، رح نكتب له كلمة اريا ورح نكتب له الرقم لو فرضنا 0 واللي هي حكينا الديفولت اريا. وهيك بنكون خلصنا الـ OSPF configuration. بضل عنا مجموعة من الـ show commands لازم تجربوها وتشوفوها. في عنا الـ command الـ show IP protocol، واتفقنا هذا الـ command بورجينا كل interface والـ protocols الشغالين عليهم أو شو الـ protocolات اللي مشغلين احنا على الـ router. وفي عنا command الـ show IP route، واتفقنا هذا الـ command بورجينا الـ routing table. وفي عنا الـ show IP OSPF interfaces
وحنشوف كمان شوي هذا شو بيطلع. وفي عنا الشو اي بي او اس بي اف، وهذا بيطلع لنا كل ال output او كل المعلومات اللي بتهمنا عن ال او اس بي اف. وفي عنا كوماند الشو اي بي او اس بي اف نيبر ديتيل، واللي بورجينا ال نيبر تيبل، يعني هذا الكوماند بورجينا ال نيبر تيبل. وفي عنا الكوماند الاخير واللي هو شو اي بي او اس بي اف داتابيس، وهذا بورجينا التيبولوجي تيبل. فعليا هي مجموعة الشو كوماندز كلها تبع الـ OSPF اللي فينا نشوفها. مثل ما لكم شايفين الكوماندز الأول والثاني اللي بتعرفون والباقيين جداد، مشان تحفظون بسهولة بدايتهم كلهم بيبدأوا بشو IP OSPF، وبعدين إما بتحدد له إنك بدك تشوف الانترفيسز، أو بدك تحدد له إنك بدك تشوف كل المعلومات، أو النيبر تيبل أو الداتابيس تيبل. طيب خلونا هلأ نشوف اللاب اللي حنشتغل عليه اليوم شو هو. مثل ما لكم شايفين هون اللاب كالعادة في عنا تو راوترز، راوتر A وراوتر B. على راوتر A معرف عنا الكونفيجريشن سيريال 0 over 0، معرف عليه الاي بي ادرس مثل ما لكم شايفين هون، و E0 over 0 هذا الاي بي ادرس، وشابك عن طريق الاي 0 على السويتش، وعن طريق الاس 0 شابك على الراوتر الثاني. والسويتش عنا شابك لنا هوست الاي بي ادرس تبعه 192.168.0.2. وفي عنا راوتر B عن طريق S0 over 0 شابك مع راوتر A والاي بي ادرس تبعه مثل مبين هون، وعن طريق E0 شابك مع السويتش والاي بي ادرس، واكيد شابكين هوست وهذا الاي بي ادرس. اليوم رح نشغل ال OSPF، رح نشوف شو الكونفيجريشن اللي حنساوي لكل راوتر، وبعدين رح نشوف الشو كوماندز والتغييرات اللي صارت عنا. خلونا نشبك هلا على الراوتر A ونشوف شو فينا نساوي عليه. طبعا اكيد رح نشبك على الراوتر A، رح نفوت كالعادة على الكونفيجريشن مود او على الجلوبال كونفيجريشن مود. جوات الجلوبال كونفيجريشن مود رح نعطيه الكوماند راوتر OSPF، وحنعطيه البروسيس اي دي، واتفقنا رح نعطيه 10 وما بهمنا نعرف اكتر من هيك. بعدين بنفوت على الراوتينج بروتوكول كونفيجريشن مود، نعطيه الكوماند نتورك، وحنحدد له اول نتورك موجود عندنا على الراوتر A واللي هو مثل مبين هون ال 10.0.0.1. رح نقول له 10.0.0.0 رح نعطيه النتورك اي دي. بضل عندنا هلا نعطيه الوايلد كارد، والوايلد كارد حكيت لكم حنستعمله عكس السبنت ماسك، يعني حنعطيه 0.255.255.255. بالعاده السبنت ماسك عندنا لل 10.0.0.0 هو 255.0.0.0، هون حولنا 255 لزيرو وحولنا الزيروز لعكسهم. بعدين رح نعطيه area ونحدد له انه area 0. بعدين رح نعطيه network command الثاني واللي هو مثل ما لكم شايفين 192.168.0.0، ورح نعطيه wildcard واللي هو 0.0.0.255، اكيد عكس السبنت ماسك. لان رح اعطي الاريا 0. هيك بكون انا خلصت الكونفيجريشن اللي بدي ساويه على الراوتر A. بعمل كنترول Z وبعمل سيفينج لشغلي باستخدام كوماند الكوبي ران ستارت، وبعطي انتر. اكيد بيعمل لي سيفينج للكونفيجريشن. وهلا رح نعمل اكزت ورح نشبك على راوتر B. رح اعمل exit وبسكر الكونكشن اللي موجود عندي بالهايبر تيرمينال. هلا بدنا نفوت على الراوتر B ونشغل عليه ال OSPF ونعطيه النتورك كوماندز. اكيد هلا بدي فوت على الراوتر B وفوت على الجلوبال كونفيجريشن مود، وبعدين بعطيه اول شيء الكوماند راوتر OSPF، وبعطيه البروسيس اي دي نفسه واللي هو 10. بعدين بفوتني على الراوتينج بروتوكول كونفيجريشن مود، بلش بعطي نتورك 172.16.0.0، واكيد الوايلد كارد واللي هو بالشكل هذا،
وبكتب له الاريا 0. راح اعمل بهذا السيميليشن او بهذا السيناريو انه تو راوترز عندي نفس الاريا، يعني جوز على اريا نمبر 0. وبعدين بفوت على نتورك 10.0.0.0 وبعطي اكيد السبنت ماسك او الوايلد كارد اللي تعلمناه قبل شوي، وبنفس الوقت بحطه على الاريا 0. هلا بعمل اكزت وبعمل سيفينج لشغلي مشان نشوف الشو كوماندز. خلينا نفصل عن الراوتر ونرجع نشبك عليه مره تانية. اكيد راح نفوت على الراوتر بي، نفوت على البريفيليجد مود، واول كوماند راح نجربه راح يكون الشو اي بي بروتوكول. مثل ما لكم شايفين هون اعطاني المعلومات عن الراوتينج بروتوكول اللي انا مشغله، واللي هو الـ OSPF مع الراوتر ID 10 او الـ Process ID 10، واعطاني شو النتوركس الـ Available وشو النتوركس اللي تعلمها عن بعد. النتوركس الـ Available مثل ما لكم شايفين هون، والنتورك اللي تعلمها عن بعد. بعدين راح اجرب اعطي Command Show IP Route واللي بورجينا الراوتينج تيبل، ومثل ما لكم شايفين هون في عنده 2 directly connected networks وفي عنده ال اللي تعلم عن طريق ال OSPF. لو بنجي نشوف معنى ال O مثل ما لكم شايفين هون OSPF، اكيد هاي النتورك ما كانت موجودة قبل ما نشغل ال OSPF على الراوتر. بعدين رح نجرب نعطي الكوماند show IP OSPF، وهون بيطلع لنا كل المعلومات اللي بتهمنا عن الـ OSPF. بيحكي لنا انه Process ID مستخدمين، وبيحكي لنا شو Router ID، واكيد بياخد 172 كونه في عنا الـ 172 هون اكبر من الـ 10.002، يعني عرفنا شو الـ Process ID اللي اخده الراوتر. وبعدين بيحكي لنا معلومات لسه بكير تاخدوها، هلا رح نحكي عنها بالـ CCNP لقدام، بس اللي بيهمنا هلا فينا نعرف شو البروسيس اي دي وشو الراوتر اي دي. وبيعطينا شويه تايمرز كمان لسه بكير عليهم. في عنا الكوماند الثاني واللي هو الشو اي بي او اس بي اف نيبر، ومثل ما لكم شايفين النيبر في عنا مجموعه من السويتشز لهم، بس اللي حنشوفه هلا حنشوف الديتيل، حنشوف اصعب سويتش او اكثر سويتش فيها معلومات. ديتيل معناتها كل التفاصيل. مثل ما لكم شايفين هون اعطانا النيبر تيبل وحكي لنا مين الجيران اللي موجود عنده جيران 192.168.0.1، وتعلموا عن طريق الانترفيس 10.0.0.1، يعني حكى عن هذا الراوتر انه واحد من جيرانه. وبعدين حكى لنا هون مين الديزيجنيتد راوتر ومين الباك اب ديزيجنيتد راوتر. طبعا مثل ما لكم شايفين هون الديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر مو موجودين. طبعا السبب بهذا انه النتورك عندنا عباره عن 2 راوترز، بما في عندنا داعي للديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر. نجي للكوماند الاخير اللي حناخده اليوم واللي هو الشو اي بي او اس بي اف داتا بيس. نكبس له انتر بيعطينا الداتابيس او التوبولوجي تيبل اللي موجود عنده. لاحظوا التوبولوجي تيبل طلعنا مين النتوركس اللي موجودين عنا او مين اللينكس اللي موجودين عنا على النتورك. حكى لنا شو هي نظرته للنتورك كراوتر بي، انه بيقدر يوصل لهون وبيقدر يوصل اكيد لهون. ومثل ما لكم شايفين هون طلع لنا اياهم لما اعطينا الكوماند شو اي بي او اس بي اف داتابيس. طبعا هلا بنقدر نعمل اكزيت لل راوتر بي وبنعمل كلوز للسيشن. وبقدر لكم انه هلا نحن خلصنا ال OSPF واللي هو الموديل نمبر 2. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بهذا الفيديو، وشكرا على حسن الاستماع.